حن عليا، حن عليا وبين المستخبي، حن عليا وبين المستخبي. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب. طب اعمل ايه؟ خرج الامانه بقى، خرج الامانه، خرج المستخبي، خرج اي حاجه يا رب. ده انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب خرج اي حاجه، اي حاجه. قفل تليفونك ليه؟ قفل تليفونك ليه؟ أنا جبت لك الزبق الزفت الأحمر، طلبت الزيبة، جبت لك الزيبة، أنت فين؟ استغفر الله العظيم. أعمل إيه؟ قفل التليفون وكلم نبيل. سهل البصمات على الإزاز. أهلا يا حبيبي، عامل إيه؟ اعمل لي قهوه. انت فين يا عم؟ حد سامع صوتك؟ انا برضه اتغيرت ولا انت؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. بعدين انا مش عارف مالك اليومين دول، في ايه؟ مورنا بقول لك يا نبي، انت فاكر الراجل بتاع الاسرار اللي انا قابلته عندك؟ فاكره. عايز منه ايه الراجل ده؟ ما هو متنيل قافل تليفونه. انا عايز ضروري، انا عايز ضروري يا نبي، عايز ضروري. يخرب بيتك، ده نصاب. نصاب؟ نصاب يا نبيل؟ ده انا بعت التاكسي وخد مني 20,000 جنيه. يعني انت بعت التاكسي عشان كده؟ يا نهار اسود. طب ما قلتليش ليه يا ابني؟ ده انا عارف العالم دي كلها. عوضك على الله يا عبد الله في الفلوس. بس الراجل ده انت مش هتشوفه تاني طول حياتك. اهلي هنا بيه. نصب عليا؟ نصب عليا؟ مفيش تمثال؟ عبد الله. مفيش تمثال؟ مفيش تمثال؟ مفيش تمثال، مفيش تمثال، مفيش تمثال. حرام، اتنصب عليا، اتنصب عليا، اتنصب عليا، اتنصب عليا. يابا اخويا الناس تشوفنا. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ يا بنت ده احنا متجوزين. متجوزين بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في حته عرفت دول قطعوك. بهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله يا معلق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبوره هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقني، انت عارفه قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى، مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو عز اسود. على راي امك المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنتي تعالى اوريك الشقه، هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش اعرفك اللي هي اخت اسمها صفاء. قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفل على الموضوع ده، انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته، بلاش. اتعرف عليها انا وانا صغير. انت بتعيطي ليش؟
حاسه بالذنب. انت مرات يا صفاء اسونة الاول اسود. مين قال كده؟ صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجه. حرمنا نتجوز بحجه الشقه اللي مش موجوده. وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. انا مش عايزه اسمع اي خطب يا خالد. انا عايزه احل المشكله اللي انا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أختار معاك. نفسي أخلف يا خالد. مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة أنا. طب إهدي بس يا صفاء. إهدي، أنت مش مظبوطة دلوقتي. إهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. انا ماشيه. شفت الخيبه اللي انا فيها؟ اتجوزك وسيبك وماشي. او حلوه دي. خدي دي. بينص الفرحه بايده يما، مع انه كان بيموت فيها. ست ساعات طول عمرها تموت في الفلوس، وهو وضع على قد حاله. اللي يشوفها وهي بتتكلم عنه يقول البنت مش هتسيبه غير في التربه. بنت ناصحه مش انتي. رحتي بروح امك تجري ورا زبال. سألك يما ايه زبال دي؟ لا يما ازعل منك. ما تقوليش على عبد الله كده. يا اختي اسم الله. مش حال لما كانش راميكي في اوضه زي الحق. كل يوم والتاني تتفشوا منها انتوا الاتنين وانتوا بتقعدوا على قلبي معرفش انام من دوشتكم. لما انتي تعبانه اليومين دول يعني لازم نقعد جنبك. ماشي يا حنين. احنا اكتشفنا احنا نلبس ايه بالفرح بتاع البنت بالليل. ماشي يما. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك يا سعاد. الله يبارك فيك. عقبالك. ايه راح فين؟ ضحك والفستان لسه مأجراه. ايه؟ استخسر جنبك واحد جديد؟ انا اللي قلت له بلاش ده هو يوم. مش عايز حاجة يا سعاد؟ عاوزة سلام. اوعى ما تجيش الفرح بالليل. ازاي بقى؟ ده انا اللي بعملهولك بإيديا. ربنا يوفقك يا سعاد. ألف مبروك. خد الحبل يا ابني. لا اوعى اللحمه فيها سناء. الحمد لله. خليك انا هفتح. جمال اهلا وسهلا. تعالى يا اخويا تعالى. ازيك يا عم فتحي؟ اهلا. ازيك يا جمال؟ اتفضل ادخل. تعالى اقوم احضر لك فرخه كده ترمي بيها عظمك. لا يا عمتي ماليش نفس. طب امسك امسك التفاحيه دي يلا بالهنا والشفا. عاوزك يا عمتي. طب ما تتكلم يا واد في ايه؟ ده جوز عمتك. ايه مكسوف من جوز عمتك؟ دي واحدة يا سناء كده اهوت هخرج اتمشى بره كده اهوت واشرب سيجارة عشان ما اضايقش حد. ها؟ طيب يا اخويا براحتك. تعالى يا ولد. ايه في ايه؟ بقول لك يا عمتي انا هبيع بيت ابويا. يا لهوي تبيع ايه؟ ما هو كتبوا لي باسمي يا عمتي. اذا كان كده ماشي. ولا اقول لك بلاش يا جمال بلاش يا حبيبي لحسن ابوك يغضب عليك. بص يا عمتي انا مش جاي لك عشان تربيني من اول وجديد ولا تعلميني الادب. انا مزنوق وكده كده هبيع البيت. واهو معايا العقد. هتشتري يا عمتي اهلا وسهلا. مش هشتري ابيعه لحد تاني. لا هشتري هشتري طبعا هشتري. وبكره الصبح نروح للمحامي ونخلص. 50 زي ما اتفقتي مع ابويا. هو ابوك ده ما بيتبلش في بقه فوله؟ ماشي. ايه؟ ايه عايز ايه؟ يا عمتي بعت يا عمتي. حاضر من عيني.
امسك يا وين. كم دول؟ استنى بس امسك، ادي 1000 جنيه من تحت الحساب. بس حسك عينك حد يعرف عن الموضوع ده اي حاجه. ابوس ايديك انت اللي ما تقوليش والنبي لاي حد. حاضر ماشي يا عمتي. ماشي حبيبي، مبروك عليك البيت. الله يبارك فيك. ماشي بالسلامه. بالسلامه يا جمال. الف مبروك يا سناء. اخسر عليك يا راجل، انت بتصنط عليا ولا ايه؟ دي احلى تصنيطه صنطت عليها في حياتي. الف مبروك. الله يبارك فيك. روح بقى عشان تذبح لنا عجل. عجل ايه؟ عجلين، احنا بقينا اصحاب املاك. ملك يا بنت فين؟ ما فيش يما. سيبيني. اسيبك ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ يابا حد برضه يعيط يا بنتي من فرحه. انا تعبانه يا يما. تعبانه؟ فيك ايه يا بنت؟ مش عايزه اتجوز. سبتيه؟ مش عايزه ايه؟ مش عايزه تتجوزي؟ عايزه تفتحيني وسط الناس؟ مش عايزه تتجوزي ليه يا اختي؟ ابوس ايدك يا اما. مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. وحد هيضربك على ايدك؟ ما انا قلت لك، قلت لك انت يا اختي اللي اصريتي. اضيعي يا بنت في ايه؟ مش قادره يا اما، مش قادره. مش طايقه الراجل قد ابويا يا اما. بس يا ضنا عايزه يا ضنا تبيعي نفسك عشان خاطر اخواتك. نصيبنا يا بنتي نصيبنا. هنعيش بالطول ولا بالعرض؟ احنا يعني كنا اول الفور ولا اخر الفور؟ اعمل ايه يما؟ مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ هو الجواز بالعافيه؟ ترمي له شبكته يا اختي. انا ماليش غير بنت واحده بس يا اخواتي، بنت واحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يزيدك، ربنا يزيدك. جامعة اخويا ان شاء الله. اتفضل. حضري لي الجلابية على ما اتوضى عشان اصلي العشاء. ايه ده؟ هو انت لسه ما صليتهاش؟ يا اخويا ما تزعلش نفسك قوي كده، دي العيشة ممدودة. والله عشت وسمعتها. العيشة ممدودة، ما كانش في حد يقدر يقولها لي أبدا، لأن كنت هسمعه موشح طويل عريض إنه ممكن يموت قبل ما يصلي العشاء، يبقى مات وعليه العشاء. دلوقتي أنا اللي بقولها، ممكن أموت دلوقتي، أبقى مت وعليا العشاء. أدي الشر عليك يا أخويا، بتقول لي بس كده؟ وهو الموت شر يا زينب. يا أخويا ما تقولش كده، كل الكلام اللي أنت بتقوله عندك حق فيه. يا عيشة يا عيشة، الجلابية بتاعت ابوك والشبشب عندك، هاتيهم. حاضر. بعدين هو انت بتلعب؟ ان انت طول النهار عمال تتكلم في الدين. ايه بقى؟ حطيها هنا. زينب. اي اخوي. بقول لك ايه، احنا لازم نسيب الحارة. لازم نسيب الحارة؟ وفيها ايه يعني؟ نروح مكان كويس، ناخد شقة نظيفة. الراجل بتاع المحطة وعدني انه هو هيدفع لي تمن الشقة. يا ريت يا بابا. اخرج انت. وفيها ايه يا زينب؟ لا هو عيب ولا حرام. قوي النبي يا ماما. روحي اوضتك يلا. يا اخويا ده بدل ما تفكر في البنت اللي على وش جواز دي تحوش لها قرشين، ولا الواد اللي انت ناسيه من دماغك خالص. ما احنا ناخدها واحدة واحدة. نسيب الحارة الأول على الأقل يا زينب، نضمن مستقبل البنت عيشة، نعرف نجوزها جوازة حلوة تليق بيها، بدل ما نقعد هنا في الحارة وتتجوز واحد من أهل الحتة ويضيعها ويشقيها طول حياتها، ولا إيه؟ والله يا أخويا إذا كان يعني ده اللي بتفكر فيه، أنا معاك في أي حتة عاوز تروح. طب سيبني كده أصلي ركعتين استخارة وربنا يقدم اللي فيه الخير. ما بلاش يا كريم. يا عم في ايه؟ ما تخليها على الله، قلت لك هسد القسط في معلم.
يا كريم دي فيها خساره كبيره قوي. انا كنت عايز نعمل ايه يعني؟ البنت خلاص جايه من لبنان، وبعدين دي فاكراني ياما هنا وياما هنا، تشوفني كده عره لا فلوس ولا عربيه ولا لبس. ما تقول لها اللي فيها، هو انت قليل؟ ده انت ابوك اكبر واحد بتاع فراشه في الحته. اه فراشه. يا ابني العالم دي فاهم عن ايه فراشه من اساسه؟ تقوم انت بقى رايح جايب عربيه ب 150,000 وتبيعها ب 80,000 بعد نص ساعه وكاتب على نفسك اقساط. انت مجنون. اه اللي حصل بقى. واكتب بقى عشان الراجل جاي. اديني بطاقتك اصور. خد الهيلز. خد يا تصور البطاقه دي. عندك شاري؟ لا ما عنديش شاري، انا حمدي على الاقساط واقفش الفلوس، انت بقى تبيع تشتري انت حر. طيب انا هاخدها منك ب 75,000، لا عشان خاطرك انت. ايوه بس دي عربيه زيرو يا ريس. انت دافع حاجه؟ ما انت بتحرقها. ايوه ما انا هدفع الاقساط من الشهر الجاي. ده اللي عندي، موافق؟ موافق. هات الشيكه تمضيه. خد الشيكات اهي. خد قلم اهو. بقول لك يا غالي، ما تعمل معايا واجب كده وتشوف العربيه اركبها قد اسبوع. تأجر يعني؟ اه اجر. هديك عربيه ب 150 جنيه في اليوم بس عربيه كده، صح؟ خلاص. هاتها واخصم ثمنها من 75,000. اتفقنا. تستلم امتى؟ دلوقتي، كله دلوقتي. على خيرة الله. هات يا ابني عقد الايجار، وفين صورة البطاقة؟ حضرتك شريط البرشام ده من عندك؟ ماشي من عندك. بس اخويا الصغير قال ان هو من عندك. اخوك الصغير؟ انا ما ببيعش من غير رجولة. اخوك الصغير اللي عندك كام سنة؟ 20 سنة. اخوك الصغير عنده 20 سنة. امال حضرتك عندك 80؟ البرشام ده من عندك، ودي مش أول مرة اخويا يشتريه من هنا، أنا كده ممكن أبلغ البوليس. بقول لك إيه؟ ما تزعقليش وما تعليش صوتك والا انا اللي هبلغ البوليس. انا دارس قانون كويس والبرشام ده يعتبر مخدر، ولا انت مش عارف؟ وايه الجديد؟ ما انا فاتح اجزخانه وببيع مخدر ومصروف لي ميري وببيع برجيتا، ايه الجديد يعني؟ عرفت بقى ان انا فاهم قانون يا بتاع القانون. بيع المخدر يعتبر جنايه. مين يا ابني بس اللي قال لك جنايه؟ انا بقول لك انا في لسانس حقوق. بقول لك ايه؟ اجل ذاكر القانون الاول وتعالى كلمني. وحتى لو البوليس بتاعك ده ثبت ان انا ببيع مخدر من غير روجيتا ولا فيها حاجه، كل ما في الموضوع هيعملوا لي محضر ويمنعوا عني حصه المخدر اللي بيدوهالي. عايز تفهم حاجه تاني يا بتاع القانون؟ ليه؟ مش في نقابه للصيادله ممكن تقفل الاجزخانه دي اصلا؟ ما تقدرش. لان انا ما ببيعش حشيش. أنا ببيع أدوية مخدرة مصروفاني من الحكومة وليا حصة منها كل شهر، ولو بعت بأزيد من التسعيرة تتعمل لي جنحة بيع أزيد من التسعيرة كبرها إيه؟ 3 أشهر مع الإيقاف. شفت بقى أنا مذاكر قانون إزاي يا بتاع القانون؟ يعني أنت تبقى سبب ضياع جيل بحاله والقانون يعاقبك ب3 شهور بس وكمان مع إيقاف التنفيذ؟ خلاص يا حبيبي، روح غير القانون، اعمل لك مظاهرة، اعتصم، طلب اعدامي، أنا شخصياً موافق. دكتور، أنا عاوز أسألك سؤال، لو ابنك أو أخوك الصغير أدمن البرشام ده، هتعمل إيه؟ يا ابني أنا ما ببيعش برشام، أنا ببيع دواء مخدر بيعالج اللي زي أخوك، وببيعه بروجيتا، فاهم إزاي؟ ما ببيعش أي حاجة تانية. شوف بقى اخوك اشترى الزفت ده منين. ماشي يا دكتور. استغفر الله العظيم يا رب. يو يا واد، من امبارح وانت نايم متدهول كده ليه؟ هو الجواز قطيعة تقطع الجواز وسنينه. انت ما وراكش شغل النهارده ولا ايه يا واد؟ ما تقوم يا واد تدور التاكس وقوم بدل ما انت نايم زي قرد قطع كده. حاضر يا اما، حاضر. هو منزل. قوم يا واد. يو قوم عايزك في كلمة. تعال تعال. حاضر يا ام. يا ساتر، خد امسك دي من ايدي. يلا. ايوه اوعى. حاضر. اوعى هتموتني. انا في اي حال يا ام. شيل المرتبة وافتح السحارة دي. اوام. حاضر.
يلا طلع الفلوس اللي انا شايلاها يا جوز. فلوس ايه؟ فلوس ايه بس؟ يا واد كل ما اجيب لك سيره الفلوس اللي انا شايلاها بتضحك على ايه؟ ياما دي فلوس فكه وقديمه. ياما فلوس فكه وقديمه. هي فلوس ولا جبس؟ الوانه قال اللي ايه؟ كنت ناويه اديك قال تفك زنقتك، لكن وحيات رحمه ابوك وحيات امك ما هتشوف منها مليم واحد. عاجبك كده بقى؟ ياما فوق ياما، دي فلوس قديمه ياما واتلغت خلاص. فلوس اتلغت يا شيخ، روح لحالك بقى. اتلغ والله العظيم اتلغ. يوه الفلوس دي لو جمعناها على بعض ما يجوش 1000 1500 جنيه ورجعناهم ولا حتى بدلناهم. ياما اتنيل جاتك نيله. ياما بصي ده جنيه من سنه 1960 فوق ياما، قعدت حوشت فيهم لغايه ما اتلغوا. إيه اللي حوشتيه راح عليكي يا نصيبتي؟ ايه اللي بتقوله ده يا واد؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يا لهوي يا نصيبتي. ياما يا لهوي ياما، ايه اللي بتقوله يا واد؟ اسمعني بس. يا نصيبتي اقعدي. اه اقعدي ياما. ماي يا عيني يا عيني. خلاص يا ليه يا خلاص ربي يا. ليه بس؟ مش عايزين نحك، مش عايزين نحك ليه؟ قول يا عبد الله، ده انا بقالي يا ابني 50 سنة بحوش الفلوس دي، بحط المليم على المليم والقرش على القرش عشان يوم زي ده يقوموا يلغوا الفلوس. عمرك سمعت ان الفلوس تتلغي؟ يلغوا الفلوس ليه؟ قول لي بيلغوا الفلوس ليه؟ خلاص يا اما خلاص يا اما، هدي نفسك يا اما، والنبي هدي نفسك يا اما، عشان خاطري يا اما هدي نفسك. كل حاجه وليها حل، كل حاجه وليها حل. حصل خير يا اما. انا خير ايه؟ خير فين؟ خير فين؟ احج ازاي؟ مش عايزين احج ليه؟ قول لي يا حبيبي انا مغضوب عليا ليه؟ ما تقولش كده. قول لي انا على يدك يا عبد الله، بصلي الفرد بفرد يا ربي، اعمل ايه بس؟ تعملش اعمل حاجة. ايه؟ ما تعمليش حاجه، انا اللي هعمل يا اما، انا اللي هعمل. انا هروح البنك واغيرهم لك. اهدي بس انت، هغيرهم لك ان شاء الله. بس حتى لو غيرتهم يا رب اعمل ايه بس؟ ده ما يجيبوش حق التذكره. والنبي يا اما تهدى عشان السكر ما يعلاش عليك. عشان سكر خطر. سكر بس اللي هيعلى عليا يا عبد الله. بس طب انت عرفت منين يا ابني ان الفلوس ما يجيبوش الا كده بس؟ انت كنت رحت غيرتهم؟ لا يا اما، هو يعني باين عليهم يا اما، باين عليهم. لا انا مش مصدقاك. روح روح شوف هتغيرهم ازاي. روح. حاضر يا اما، حاضر. عملوا فيا كده يا رب ليه؟ كان نفسي ادرس اكون بعرف اشتغل انجليزي، بس خساره بقى ماليش في التعليم انا. ده انت لو ابوك شافك مش هيعرفك. امال يا ابني ضفت بقى بقيت وجيه. بس النظافه دي غاليه قوي يا اخي. ايه يعني؟ ايه يعني غاليه؟ فده التراب اللي بتمشي عليها صاحبي. وبعدين يعني مش ممكن تكون البت نايمه على عكمه كده ولا عكمه كده؟ نقب بقى. بس ما تنساش اخوك. ولا اعرفك. ما انت زباله. والله تطلع منك. ما اقدرش يا صاحبي، ده انت الشقه يا يونس. حبيبي الكاسيت ده ما بيشتغلش. امال ايه؟ طب ما تسمعنا كده. دي ب 150 جنيه يابا، هو مأجرها كده وخلاص. ايوه بقى. هتسيب العربية هنا؟ طبعا هسيبها هنا. عايز ناخدها معايا ولا ايه؟ مش فوق في الحارة. يلا بقى بسرعة. أحسن أبويا زمانه قلب عليا أرض الوطن. حبيبك النبي ما تحرمني. الله يا صلاة النبي. الله
صلواتي عليك يا رب. الحمد لله على السلامة، نورتي مصر. طب ما استنيتنيش في المطار ليه؟ ولا يهمك ولا يهمك، على العموم الفندق محجوز وكله تمام التمام. الو الو يا نهار اسود، الرصيد خلص. خد يا كريم. يونس بقى ناتاليا زميل تختة واحدة، أبو الزمل يعني. تختة؟ ما فهمت. تختة يعني بيقعد جنبي في الحصة في الفصل يعني في ابتدائي، بس أنا خرجت بدري بدري بقى. إيه يا عم كريم؟ ما أنت كمان كملت تعليمك. آه كملت، بس نجحت على طول يعني. كل كل النبي عربي بقى يا جماعة، وأنا ما بحبش آكل بالشوكة والسكينة والجو الغامق ده، ولا الأمور هتزعل. لا بليز خليك على راحتك. ما تاكل براحتك يا عم، في هنا حمامات، ابقى قوم اغسل ايدك. ماشي. تصدق يا يونس، الواحد مهما من ربنا كرمه وعلي في المراتب برضه بيحن لاصله. ولا يا ست اسمها ايه؟ بس انا بنسى اسمها على طول. نهال، عادة ازياء. حلو، شغلانه حلوه قوي. بشوفهم في التلفزيون على طول رايحين جايين كده لما بيفرهدوا، بس جامدين قوي. يا ميرسي. ما تقوم يا رخم وتاخد البت شويه. طيب طيب يلا. طيب صح، ما تيجي تقوم بقى كده نقول كلمتين. اتفضل. هنروح ترابيزه تاني. تعال. ماشي يا عم، هنيالك. العب. شو هيدا؟ شو فيه؟ لا مؤاخذة، ما خدتش بالي يعني ان ايدي مش نظيفة. نقصتني منك، حاسس باللي عملته؟ مشاعر جوايا وخرجت، حقك عليا يا ستي. لا يا ناتاليا، انت ما كنتيش كده على النت، كنتي احسن الف مرة من دلوقتي. طب بليز ما تزعل، خلاص خلاص مفيش حاجة. ولا يا يونس، عايز ايه؟ يلا يلا هنروح. يا عم استنى شوية. يلا يلا يلا. امسكي ده الوصل بتاع حجز الاوتيل، عشان لو حد سالك يعني. هعدي عليكم بكره. صباح الخير. يلا يلا. في ايه؟ يلا. شو هيدا كريم اللي حكيتيني عنه؟ ما بعرف، حاسه انه عم بيمثل مثل ما كان بيمثل على الانترنت. وليش بيعمل هيك؟ شو بيعرفني؟ يمكن ما عجبته، يمكن بده يخلص مني، بدليل الوصل اللي الدنيا بالاخر. هيك عم بيصير احسن ممثل بمصر. كان هيك على الانترنت، كان بيضحك الشاطرون كله وبعدين بالاخر بيطلع بيمثل شخصية واحد رفيقه. انا مو فهمانة شيء. رح نفهم كل شيء عن وقته. يلا نفوت النايم. الحمد لله على السلامة. درجنا من بدري مستنياك، اتأخرت ليه؟ انا كان عندي شوية جنب في الزخانة كده. تعملهم بقى هين المرة قبل ما اجي. امال فين الواد تامر؟ يا تامر! خلاص خلاص، انا مش عايز، انا بسأل عليه بس. أيوة. يا راجل عايزاه يسمع اللي انا هقول. ازيك يا بابا؟ ازيك يا تامر؟ ايه بتقول ايه؟ عندك خبر ايه؟ خير؟ مش انا رحت للدكتور؟ ليه خير بعد الشر؟ في ايه؟ لا انا كويسة، بس قال لي مفاجأة ما كانتش على البال. خير؟ قال لك ايه؟ حارة جوا حارة والدنيا ملطشة، أيامها الحلوة راحت وساعات الفرفشة. حارة جوا حارة والدنيا ملطشة، أيامها الحلوة راحت وساعات الفرفشة.
ما سبتناش ولا يوم عشنا، عمال يومات تقرمشنا حتت حتت وتاكل فينا، الظلم عالبحر عايشها والراحة عالبالنا حايشها، شغلنا ودماغنا دوشة رايح وجاي تلعب بينا. يا خسارة تهنا بزحمتها، يمكن لو